مشاهدينا، مثل ما عودناكم كل خميس نستعرض معكم حالة الطقس وأهم التوقعات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع والأيام المقبلة مع ضيفنا بالأستوديو الأستاذ عيسى رمضان خبير الأرصاد الجوية. صباحك الله بالخير أستاذ عيسى، سعداء دائما بوجودك معنا في العالم هذا الصباح. أستاذ عيسى، بداية دعنا نتحدث عن الموسم الثقافي، الموسم المناخي اللي نمر فيه، وما هو الموسم وأبرز مواصفاته. بالنسبة لموسمنا الحالي، احنا في فترة الوسم كما تسمى عندنا، في اللي هو خلينا نقول مصطلح الجزيرة العربية والكويت والسعودية ومنطقة الخليج العربي. دائما الوسم معروف ارتباطه بتحسن الطقس، ارتباطه كذلك بهطول الأمطار، صحيح، بنمو النباتات وبداية الوسم. إذا نزلت الأمطار مثل ما حصل، وهي من أمطار الوسم، صح، خلال الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس، يعني كانت في هناك أمطار خلال الصباح، هاي تعتبر من أمطار الوسم اللي تستمر إلى فترة المربعة، يعني تاريخ 6 ديسمبر. ولكن هل إحنا نربط هذا التاريخ كتاريخ مناخي لسجل المناخ عندنا ولا لا؟ والله الفترة هذه لازم بعدها تبدأ المربعانية، ليس بهالشيء هذا ولا بهالمعنى. المعنى إذا استمر الدفء اللي موجود فإن الوسم قد يستمر حتى ما بعد 6 ديسمبر حسب الموجود البرد او غير البرد. فهذه الفتره يعني ليس هناك شيء ثابت، هناك دائما زحزحه نعم، وقاعد يحصل عندنا في الفتره، صحيح، الاخيره، صحيح، اللي هو زحف الفصول واضح عندنا. هذا المسمى او هذا المصطلح اللي طلعته قبل كم سنه، البعض كان يقول لي شنو قصدك اللي هو، لكن لا، احنا لاحظ ما بين 3 أسابيع الى شهر استمر الطقس الحار. لاحظ حتى الاسماك، شوفوا مو بس قضيه الطقس اللي قاعد ياثر علينا والحراره، لا، حتى على النباتات، حتى على الاسماك في البحر، حتى بالنسبه حق اللي هو للطيور وهجره الطيور، صحيح، الامراض وغيرها اللي تاثر على احنا ك يعني بني البشر بشكل عام، هذه كلها مرتبطه مع زحف اللي هو الفصول هذه اللي قاعد تحصل. يعني انا اول مره اشوف دشينا شهر 11 والميد موجود والصبور موجود مثلا كأسماك، زين، هجرة الطيور نفس الشيء، اشوف بعض الطيور حتى الان لم تهاجر جنوبا وموجوده عندنا بالكويت. فعلي مع العلاقه، يعني اصبحت التواريخ ليست امر ثابت وامر قطعي. طيب، ولا الطوالع اللي هي النجوم، احنا نقول الوسم اليوم الفلاني، صح، والله كذا، او السهيل اذا درج السهيل والله لا تآمن السيل، مو معنى هذا الشيء اللي احنا لاحظنا يعني. طيب، مواصفات موسم الوسم، دائما نقرأ في الكتب العربية ان العرب كانت تستبشر بقدوم هذا الموسم، كانت تتغني عليها، صح، وكانت تشعر فيها وكذا الوسم، لان حب اللي هم اهل الجزيرة العربية وانتظارهم للامطار، خاصة تأثير على الحلال وتأثير على النفسية والنباتات اللي هي الصحراوية الحولية اللي تبدي، شو ما كانوا ينتظرونها. فهي، صح، هي الاسم الاكبر يعني شيوعا بعد السهيل، بعد الحر الشديد السهيل، وبعدها الوسم، صح، هذه المذكورة، بعدها البرد اللي هي المربعانية اللي راح تأتينا الفترة المقبلة إن شاء الله. فالوسم مثل ما قلت مرتبط بالنباتات، نعم، الربيعية والأجواء الطيبة وتغير المناخ بعد الصيف الحار اللي خلى الواحد هلك، زين، تلقى هذه كان انتظارهم فعلا يعني، أكيد، وما كنت ألوم على المسميات هذه. أكيد، أكيد. طيب أستاذ عيسى، حاليا يعني دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى، حاليا دولة عمان الشقيقة تقع تحت، صحيح، تأثير الأجواء الغير مستقرة نظرا لخطر إعصار المها، أعتقد، نعم، اللي ينتظرهم فيه، يمكن قبل إعصار آخر تكلمنا عنه، هو كيار حاليا، كيار الحمد لله أنه بدأ يضعف هذا الإعصار، كان إعصار في المرحلة الرابعة والسوبر سايكلون كانوا يسمونه، أول ما بدأ يقترب الآن راح يحاذي سواحل عمان كذلك، وسوف يؤثر على المناطق الساحلية. الشيء الغريب في الفترة الأخيرة، خلال فترة فقط يعني شهرين أو أقل من شهرين، أكثر من 5 عواصف مدارية حاشت بحر العرب. اللي بعد المها، الماء اللي قادم الآن سيأتي لها مها هو إعصار آخر، هذه المسميات مثل ما تدرين يعني موجودة. فاختارون أول شيء كيار، هو اللي هو مثل ما قلت لك الآن نزلت سرعة الرياح أقل من 90 كيلومتر، واللي هي الهبات وصل السواحل، وصل تقريبا هو شنو يعني حادث السواحل العمانية، مصيرة، جزيرة مصيرة هي الأكثر تأثير، هي الجزيرة البعيدة عن السواحل. طب ما مدى قوته، وهل ستتأثر مثلا السواحل الكويتية أو الأجواء الكويتية فيه؟ شوف، احنا بالكويت ما نتأثر فيها لأن معظم الأعاصير تموت عندما
تدخل اليابسة صحيح. أو تدخل البر وجبال اللي هي عمان تصدها شوية حتى الإمارات ما راح تتأثر فيها فإحنا بعاد جدا عنها راح تحاذي السواحل توصل إلى شنو القرن الأفريقي صوب الصومال وصوب أثيوبيا وهالمناطق هذه حتى قد تتأثر اليمن قد تتأثر فيها بس الشيء الآخر هم الإعصار الآخر اللي هو الآن مها إعصار آخر سوف يقترب خلال هالأسبوع القادم هني خطورتها إحنا قاعد نقول إيش قاعد يحصل عندنا في المنطقة صحيح. بسبب التغيرات ارتفاع الحرارة في المحيط الهندي وبحر العرب قاعد يسبب استمرار هذا الشيء إذا كنا نسمع قبل خلينا نقول بالستينات أو السبعينات نادرا ما كان أحد يسمع أنه كان في عاصفة بهالقوة هذه الرد على سنة الطبعة اللي كانت في السنوات اللي هي ما قبل الثلاثينيات وقبلها في 1800 وشيء وكان في 1900 وتقريبا خلينا نقول بعد 18 الى 30 هذه الطبعه خلينا نقول الثانيه اللي صارت تعتاد كان من اعصار بعدها ما كنا نسمع عن العصير اللي كانت موجودة صحيح فزيادتها خطورتها كذلك تأثر على البنية التحتية تأثر على المجتمع المدني اللي موجودة هناك في عمان والله يعينهم والله يحفظ أهل عمان عسى الله يحفظهم اللهم آمين الله. طيب أيضا بخصوص موضوع التغيرات أيضا مثل ما تلاحظ أستاذ عيسى الأجواء ما زالت رطبة يمكن إحنا الرطوبة سابقا كانت محصورة في شهر 7 وشهر 8 وقد تستمر إلى شهر 9 لكن حاليا انتهينا من شهر أكتوبر اليوم آخر يوم في أكتوبر وما زالت درجات الرطوبة تسجل مرتفعة نعم. احنا قاعد نقول مثل ما قلنا الزحف هذا قاعد يأثر فعلا يعني الرطوبة كانت كأنها شهر 9 يعني شهر 10 صار كأنها شهر 9 عندنا سبتمبر مو شهر اكتوبر والى متى ستستمر هي لا الحين العطله هذه ممتازه بدون ما راح تكون رطوبه من اليوم الى تقريبا خلينا نقول يوم الاحد لحد شويه رطوبه لكن استمرار خلاص شويه راح تخف بشكل كبير هالايام نعم. كأن دشينا شهر 10 شهر 11 عندنا الان نوفمبر كأن شهر 10 الحراره راح تكون حتى اخف اقل من خلينا نقول 32 الى 27 درجه فأجواءنا حلوة هالأيام حتى الفير في البر أنا أعتقد الآن إذا حد رايح المزارع خلال العطلة هذه أو طالع البر بس بيقعد كذي مع أهله أعتقد أنه راح يستغل جاكيت صدق فعلا أو تكون حتى عند الشاليهات لأنه راح توصل ما بين 16 درجة إلى خلينا نقول 19 درجة مئوية فجرا قد تكون الفجر إلى الفجر فترة الفجر هذا الصيف أول فجر يعني بعد نص الليل تنزل حرارة توصل بالعشرينات وتبدأ تنزل إلى توصل 16 توقف هنا وتبدأ تصعد أول ما تشرق الشمس فهذا معناها شنو؟ لا في تغير صحيح. اليوم أول المرتفعات اللي شبه الباردة الأوروبية واللي هي أساسها قطبي صحيح. أثرت علينا اليوم واليوم الخميس فهي أول تأثير أنا أعتقد الأسبوع اللي فات كنت قاعد وأتكلم عن هذا الشيء إن الأسبوع القادم إن شاء الله راح نشوف التغير مع الأجواء الأفضل والأبرد واللي راح تكون فيها أقل من اللي هو 35 وإحنا بدينا عدة تنازل إن شاء الله والانخفاض أكثر في درجات الحرارة متى سيبدأ؟ راح تكون في آخر الشهر في آخر شهر 11 المقبل شهر 11 لأن حتى شتاننا راح يتأخر ويكون متى؟ يكون في شهر 12 يعني يمكن خلينا نقول حتى منتصف شهر 12 شأن العام التغير شأن مثلا نفس الشيء مثل ما قلت ترى التغير بالمناخ مو يعني حديث او مثل ما صار هذه الايام لا هذه صار لها اكثر من 50 سنه قاعده تتغير بس كل ما قاعده تصير اعنف توضح بشكل اكثر طيب استاذ عيسى ايضا الكثير يتساءل بخصوص الامطار هل هناك توقعات بامطار غزيره مقبله خلال الفتره القادمه ان شاء الله ليش لا يعني احنا عندنا راحة واستقرار وكذا لعشرة أيام المقبلة لا تسعة من الشهر ماكو شيء يوم الأحد والاثنين في شوية سحب قد تمطر خفيف بس شكل سريع أو حتى شوية رطوبة خفيفة ما يعني لها أي تأثير كبير بعد منتصف الشهر هني اللي راح تبدأ هذه الوضعيات اللي عندنا وعبور المنخفضات ان شاء الله كذلك خلال البرنامج راح نذكرها ما نستعجل ونشد المشاهدين كذلك ان شاء الله لما هو مزيد ان شاء الله راح ياتي ولكن بشكل عام هالعطله صراحه اجواءها جميله رياح شماليه غربيه تكون خفيفه بعد من باكر اليوم شويه هواء والبحر مستمر اليوم ترى اخوان احيانا بس يشوفون هواء شمال وده يطلع لا الى الان مايت الكوس اللي هو الجنوب الشرقي الرياح القويه الموجوده حاليا
حاطه لان ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم، فالاغلاق وموج شوي راح يكون مؤذي. باكر بدايه اللي هو انكسار الامواج وخفه الامواج هذه اللي تخف، والواحد يقدر يطلع من بعد العصر والسبت بعد افضل من حتى الجمعه، ولكن الحراره تكون منخفضه مثل ما قلنا 16 19 في البر، بالديره هني يمكن 24، يعني الواحد بيطلع مثل ما تقولين نوع للقهاوي او الحدائق أماكن على البحر، الاماكن المفتوحه، وتروح مثل الشاليهات او والبحر. ليس هناك اي تحذيرات من الدخول؟ لا لا، يعني بالعكس، رغم بس مثل ما قلت يعني اليوم الاعاصير اللي تقترب من سلطنه ما لها اي تاثير، ما لها اي تاثير على سواحل. بس احنا دائما نخاف من العواصف اللي تاثر علينا هنا بالكويت في الفتره الاخيره وقوتها، فدائما متابعتهم للنشرات الجويه من خلال تلفزيون الكويت والاذاعه والاخواننا في الارصاد الجويه، هذا مهم جدا، يعني يعرفون هي ما راح يكون قد يكون متوقع ان شاء الله. دائما تثرينا بحديثك استاذ عيسى رمضان، وعطلة نهايه اسبوع اتمناها رائعه لك لكم كذلك. شكرا جزيلا لك.